صحيح هذه المرحلة المكون الكردي يحتاج إلى التحالف بأن يسنده، يكونوا يعني متوحدين ويكون هناك تناغم في قرارهم السياسي لأجل انتخاب رئيس الجمهورية. وهذه المرحلة تأتي بعدها مرحلة أهم، وهي مرحلة رئيس مجلس الوزراء. فيحتاج لبعضهم القوى المنتمية إلى هذه يعني هذا التحالف الوطني الكبير القوي المتمثلة بحزب الديمقراطي الكردستاني وتيار الصدري والإخوان في تحالف السيادة من المكون السني. يعني هذه المرحلة مهمة بالنسبة للكرد لسبب اختيار رئيس الجمهورية، وشهدنا تكافؤ و يعني تناغم واضح في قرار عدم دخولهم لجلسة البرلمان اليوم 7/2، ويعني لأنه كان هناك عراقل من جهة ثانية الذي من المؤكد أمامه بأنه بس فقط يعني عندما يتم جلسة التصويت على رئيس الجمهورية سوف ينتخب سيد وشير زيباري وينتصر. فالجهة التي تخاف، أي جهة تخاف من خسارة، هذه الجهة التي تقوم بوضع عراقل أمام هذه المسألة بغض النظر عن المصلحة العامة العراقية وبغض النظر عن الوضع الشائك والحساس الذي يمر بها البلد، يقومون بهكذا تأجيلات وعراقل أمام العملية السياسية في العراق، ولكن لا ينجحوا. سوف يستطيعون أن يؤخروا ولكن لا ينجحوا فيها.